فمرة بقدر الله كنت في يوم جمعة على سفر، والأهل معاه قلت لهم والله ولاد نفسي أسمع أنا، يعني كل جمعة أنا اللي بخطب نفسي أسمع أنا خطبة. فندخل نصلي، دخلت ولقيت راجل على المنبر الله يسامحه، لولا اني خشيت ان اعمل فتنه كنت قلت له يا اخي انزل اتق الله، والله فتنه تبقى فتنه وربنا رزقنا الفقه. الراجل بيتكلم بالبلدي على المنبر كانه على المصطبه بتاع جد السيد في البلد، شيء غريب جدا. ويقول لك ايه، خلي بالك في ناس يقول لك بدعوى ان الناس ما بتفهمش العربيه، والله العظيم باطل من ابطل الباطل، فيه اعظم وابلغ من القران. من فينا يا اخواننا اللي بيسمع القران ما بيفهمش القران؟ كلنا يفهم القران، صحيح فيه ايات تحتاج الى تفصيل وتفسير من اهل العلم، لكن في الجمله رب العزه يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. انما الدعوه للنزول العاميه الضحله دي بدعوى ان الناس لا تفهم، هذه دعوه يغني بطلانها عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها. فالشهيد واقف على المنبر بقى بيتكلم زي ما حول كده، بقول لهم يا اولاد والله والله ايوه يا اشرف، مخطوبه ماشي يا اشرف، ربنا يبارك فيك يا اخي، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. فقلت انتوا عارفين يا اولاد لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه، معاويه بعت لنيله، معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه بعت لنائله وهي زوج عثمان رضي الله عنها، نائله الصابره. فبقول معاويه بعت لنيله، ايه النيله دي؟ وقال لها يا نيله انت عارفه ان كان لي رغبه لك قبل ما عثمان يتجوزك. طب بالله عليك ده كلام يتقال على المنبر وهو عثمان اتقتل وانا عاوزك؟ قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاويه؟ قال لها عيونك. قالت له استنى عليا شوي، ودخلت جوه خلعت عينيها وحطتهم على طبق وطلعت لمعاويه. انا ما اعرفش طلعت ازاي من غير عيون، مش عارف دي، سبحان الله. ده الحته دي من عند انا مش بتاعته، ما انا هقول لك اهو. وطلعت حط عين على طبق وقالت له يا معاوية، قال لها نعم. قالت له يا عيوني ايه يلي انت غاوي الجمال، روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه احمد مجاهد. طب بالله عليك ده كلام اتقال على المنبر؟